جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح وذلك وأذكار المساء، هل هو بعد صلاة الفجر مباشرة وبعد صلاة المغرب مباشرة، أم أن هناك وقت آخر؟ جزاكم الله خيرا. أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء بعد غروب الشمس، وإذا جعله على إثر الصلاة، صلاة الفجر صلاة المغرب، فهو أحسن، وإذا تابه قبل ذلك فلا مانع.